البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. هكذا فليحسبنا الناس كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشري، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أعرف شيئا في ذاتي، لكني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، فحينئذ تكون الكرامة لكل واحد من الله. فهذا حولته يا إخوتي تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا ألا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على صاحبه، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك واحد لم يأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، وملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أظن أن الله أظهرنا نحن معشر الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنطلب. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أؤدبكم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء، هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب، مثلما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يجحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم، ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل، وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلمة والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين. والعالم الأول لم يشفق عليه، لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه،
وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الأخر ثادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم. ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس. يعرف الرب أن ينقذ الأتقياء من التجارب ويحفظ المنافقين إلى يوم الدين معذبين، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. فلما اجتازا في أمفيبوليس وأبولونية أتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وتكلم معهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات، وأن هذا هو يسوع المسيح الذي أنا أبشركم به. فآمن قوم منهم وأحصوا مع بولس وسيلة وجمع كثير من المتعبدين واليونانيين ومن النساء الشريفات، عدد ليس بقليل. فغار اليهود واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا جمعا وأقلقوا المدينة، وجاءوا إلى بيت ياسون طالبين أن يخرجوهما إلى الجمع، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وآخرين من الإخوة إلى رؤساء المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين أقلقوا المسكونة وهم حاضرون ها هنا أيضا قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يقاومون أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجمع ورؤساء المدينة استمعوا هذا. ولما أخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين أيضا أطلقوهم، وأما الإخوة فللوقت ودعوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا إلى هناك دخلا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. هؤلاء لما قبلوا الكلمة بكل سرور، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا، فآمن منهم كثيرون، بعض من النساء اليونانيات الشريفات ورجال آخرون ليسوا قليلين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 18 بقونة أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 321 للشهداء
اللي بتوافق سنة 605 ميلادية تنيح القديس البابا داميانوس البطريرك 35 من بطاركة الكرازة المرقسية. اتولد في الإسكندرية من أبوين مسيحيين ربوه تربية مسيحية حقيقية، ومن صغر سنه كان نفسه يعيش حياة الرهبنة، ولما كبر راح برية شهيد وأصبح راهب، وبعد فترة راح دير الآباء غربي الإسكندرية وعاش في نسك وتقوى ونمو في الفضائل الروحية. علشان كده استدعاه البابا بطرس البطريرك 34 وأصبح سكرتير ليه وزاد في السيرة الروحية العميقة. وبعد نياحة البابا بطرس اتفق رأي الأسقفة على ترشيحه، وفعلا تمت رسامته وأصبح البابا داميانوس البطريرك 35، واهتم بتعليم شعبه الإيمان الأرثوذكسي المستقيم والعقيدة السليمة ورعايتهم أحسن رعاية، وأحبوا الجميع وقاوم كل التعاليم الخاطئة في الإيمان والعقيدة. حتى بطريرك أنطاكيا لما انحرف عن التعاليم الأرثوذكسية الصحيحة ومش عاوز يتوب، عقد بابا الإسكندرية مجمع وحكموا عليه بالحرمان من الكنيسة. ولما أكمل البابا داميانوس سعيه الصالح تنيح بسلام بعد ما جلس على الكرسي المرقسي حوالي 36 سنة. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 1968 ميلادية في عهد القديس البابا كيريلوس السادس تم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأمبرويس بالعباسية بالقاهرة في احتفالات كبيرة جدا بمناسبة عودة رفات الشهيد ماري ماركوس الرسول كاروز الديار المصرية من روما. حضرها كتير من البطاركة، وحضر الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الامبراطور هيلا سلاسي امبراطور اثيوبيا، ونقلت الاحتفال وسائل الاعلام المحلية والاجنبية. بركة صلوات الشهيد العظيم ماري ماركوس الرسول فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. أنت يا الله استمعت صلواتي، أعطيت ميراثا لخائفي اسمك، هكذا أرتل اسمك إلى ظهر الدهور لأفي نذوري يوما فيوما. هللويا. مبارك لك باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى
الأبد آمين. حينئذ أحضر إليه أعمى بشيطان وهو خرس فشفاه، حتى أن الأخرس تكلم وأبصرا، فبهت كل الجمع وقالوا: أليس هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبور رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم: كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف إذا تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبناكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يسيرون قضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا؟ حينئذ ينهب بيته. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وكل تجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفروا. ومن يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يقول على الروح القدس فلن يغفر له. لا في هذا الدهر ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرتها جيدة، واجعلوا الشجرة ردية وثمرتها ردية، لأن من الثمرة تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فيض القلب يتكلم الفم، والإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. ولكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقول الناس سوف يعطون عنها جواب في يوم الدين. لأن بكلامك تتبرر، وبكلامك يحكم عليك. والمجد لله دائم.